بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأخ محمد الغامدي من السعودية من الدمام، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. الله يحييك ويسلمك. الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. في البداية نود منك أن تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. والله أنا من الناس المحبين للسفر كثير، وأسافر كثير، دول كثيرة رحتها، لكن وحتى ماليزيا هنا جيت مرتين قبل كذا، وكنت أجي بالحالي، لكن المرة هذه حبيت أن شخص آخر يشيل الثقل عني. كانوا أهلي معاي وعيالي معاي، فإيش سويت؟ سويت بحث زي ما يسوي أي واحد، ولو وجدت مؤسسة المحيط أو شركة المحيط تسوي الخدمات هذه في ماليزيا. طيب أنا بغيت أتأكد من شركة المحيط شركة معترفة أو معترفة وشغالة في الشغلة هذه رسمياً، لأنه تعرف الأيام هذه الواحد يبحث عن الشيء كويس. فكان أول خيار لي أني أرسل للسفارة الماليزية في السعودية، أرسلت لهم يعني إيميل أسألهم عن شركة المحيط، وكان الرد سريع جدا. أنا يعني أشكر السفارة بصراحة، ردهم ثاني يوم جاني أن شركة المحيط نعم شركة معترف فيها وشغالة في السفر والسياحة من زمان، وتصريحها رقمه كذا وكذا، وعندي الإيميل موجود. والحمد لله بدأت معهم، فأخذت تليفوناتهم تواصلت معهم عن طريق الواتساب. تقييمك لأداء الشركة بداية من التراسل معهم بالواتساب؟ أنا أقول الواتساب عندهم تراسله ممتاز جدا. ليش؟ لأنهم أعتقد أنهم جروب شغالين في الواتساب، مش واحد، أكثر من واحد. فأي سؤال أرسل لهم ما شاء الله يجيني الرد سريع جدا والحمد لله. يعني كان أرسلوا لي سريعا جدا البرنامج عندهم، يمكن يبدو أن البرنامج كان ثابت عندهم نموذج معين، لكني أنا عدلت فيه، قلت لا أضيفوا لي هذه، نقصوا لي هذه، أنا بجي في اليوم الفلاني، برجع في اليوم الفلاني، وكان تجاوبهم والله سريع الحمد لله، وهم يخدموني ويخدمون أنفسهم في نفس الوقت، يعني الحمد لله المنفعة للطرفين. الاستقبال في المطار؟ الاستقبال في المطار كنت أتوقع زي ما أرسلوا لي أنه والله بوصل وفي واحد شايل اسمي، لكن سبحان الله هذا الشخص كان شايل أكثر من اسمي وراح مع الشخص اللي كان قدامي. وصلت ما وجدت أحد، ولفيت شوية جلست يمكن حوالي نص ساعة، وهذه من السلبيات اللي كان لازم أني أبلغهم، وفعلا بلغت الأخ المسؤول عن المواصلات وقال لي أنا رايح أكد على هذه الشغلة وإن شاء الله ما تصير مرة ثانية. وفعلا المواصلات كانت من الميزات الرئيسية اللي في هذه الشركة صراحة. ما يجيني يوم إلا تجيني رسالة أن السائق الفلاني اسمه كذا وكذا يأتيك في الوقت الفلاني غدا الساعة 10 غالبا يكون بدايتهم، بكرة رحلتي الساعة 9:30، أرسلوا لي رسالة الآن قالوا أن السائق بيجيك اسمه فلان الفلاني وبيجيك الساعة 5:30 قبل الوقت بأربع ساعات، لأن المشوار إلى المطار ساعة والرحلات الدولية تتطلب غالبا 3 ساعات، وأنا أحب أن أروح بدري عموما. فكان رغم أن أول شيء أول ما واجهني من الصعوبات أو من يعني السلبيات موضوع الاستقبال، لكن انمسح نهائيا، لأن الأخ اتصل فيه جزاه الله خير اسمه علي الحميدي، علي الحميدي جزاه الله خير، وقال لي معليش انا بتاكد من انه اعاقب هذه اللي كانت موجوده وما ادري يسوي لها، لكن انضباط المواصلات في بقيه الرحله كان مبدع، مش شخص مش شيء عادي، وهذا طبعا من ايجابياتهم القويه والله اعلم. الله يعافيك ويسلمك. بارك الله فيك. بالنسبه للمندوبه لدينا مندوبه صحيح في المطار، ولكن قد يكون في وقت حضورك الله يعلم لا انا بعدين اكتشفت ان عندها 3 اسماء، قد كانت يمكن كانت مشغوله مع شخص قبلي او شيء، المهم ربنا يسهل ان شاء الله. طيب تقييمك لنوعيه السيارات وتعامل السواقين؟ السائقين ممتازين جدا، وبالاخص السائق راح اسمه عبد الغفور في لنكاوي، يعني كان مبدع. شوف السائق اللي هو يصير منه مبادرات، يعني هو يقول لك انا ايدك انك تروح المحل الفلاني،
يعني سبحان الله، رغم اني انا من النوع اللي وريتك كيف طريقتي في الاداء، الا اني برنامج كامل، برنامجي كامل من البدايه للنهايه حتى ما يصير فيه اي يعني عقبات ولا شيء، تسهيلات كامله. احب اني اكون مجهزها قبل ما امشي من هناك، الا انه بعض السائقين طبعا هم يختلفون، بعض السائقين كان يعني ينتظر منك انك تقول له، بعض السائقين لا، تجيه مبادره من نفسه، هذا المحل ممتاز روح هذا المحل، يعني فكانوا مختلفين اللي في لنكاوي واللي في كوالالمبور محمد يزيد، هذول ممتازين ما شاء الله عليهم، الباقيين كويسين، نقول لا زيهم زي اي شخص اخر، لكن الاثنين دول يفرقون الباقي. هذول فايف ستار. نعم. هذول فايف، هذول فور. الجولات السياحية. الجولات السياحية زي ما قلت لك انا مرتبها من هنا من اول، انا من نفسي لاني احب، من محبي السياحة وقد جيت هنا قبل، لكن الشباب كان يعني مبادراتهم في الجروب و يعني التبادل بيني وبينهم في الرسائل كان من قبل الرحلة بأكثر من شهر، فكنت باخذ راحتي في الأخذ والعطاء معاهم، ردهم كان سريع جدا. عندي ملاحظة بسيطة على الشخص المسؤول عن الحجوزات، انه يقرأ وتطلع لي الصحين الأزرق ولا يرد علي بسرعة، فأروح للجروب تعرفوا انا الله يجزاه خير ما ادري اقول الاسم ولا بدون، لكن ان شاء الله انه طيب. وانا قلت لابو احمد، ارسلت في الجروب الثاني، قلت اما ان الشخص هذا اوفرلود، عنده شغلات كثيرة. نعم نعم نعم. ويكون ما شاء الله تحليلاتها كلها صحيح. والله ما ادري انا، بس انا حسيت انه الرجال هذا يا انه يعني مضغوط اكثر واحد مشغول في بس خلاص الله يجزاه خير ان شاء الله. نوعية الفنادق. الفنادق كلها ممتازة ما عدا الريزورت، ما عدا المنتجع اللي في بينينغ. كان ودي يكون أحسن لأني سكنت في واحد أحسن منه، وممتاز هو على البحر، والفيو حقه رهيب جدا، والإطلالة حقته إبداع على البحر، والسويمنج بول حقه بركة السباحة ممتاز جدا، إطلالة رهيبة، لكن فيه يعني المفروض يكون أنظف من كذا على النظافة يعني. يعني النظافة، أنا جلست في 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 منتجعات قبل أحلى منه صراحة. ما الصعوبات التي واجهتك؟ الصعوبة الأولى اللي كانت في الفندق الأول، أول ما جيت هنا كنت طبعا في اتصال في تواصلي مع الشباب من البداية، قلت لهم يا شباب أنا ما أبغى شيء أقل من 4 نجوم صراحة، أهلي معاي ولا يسافرون كثير، وأبغاهم يروحون في محل نظيف وممتاز، والفلوس الحمد لله موجودة وما عندي مشكلة، فكان أقل من 4 نجوم ما أقبل. أول ما وصلت هنا حاجزين لي غرفتين، واحدة في الدور 11 مدري 17 وواحدة في الدور 9، قلت لهم يا جماعة الخير إحنا 4 أشخاص كيف حاطين؟ قال والله ما في يا أخي، أقل شيء تكون كونكتد رومز جنب بعض. هذه هي الصعوبة الأولى أول ما واجهتني، وفعلا الشخص اللي جاء وأعطاني الفاوتشرات وأعطاني كان ترتيبكم في الفاوتشرات وفي الرحلات والتنظيم ممتاز جدا. أنا رحت سبق وإن رحت مع مكاتب ثانية، لكن ترتيبكم لما جاء يستلم مني الأخ الفلوس أعطانيها كلها كاملة، ساعة كذا وساعة كذا، وهذا الباوتشر تسلمه للفندق الفلاني، وهذا الباوتشر تطير فيه الطيارة الفلانية، وهذا الباوتشر تركب فيه العبارة الفلانية. الترتيب كان إبداع ما شاء الله تبارك الله. فايش كنت أقول؟ إيه قلت له، قلت له ترى السالفة يا أخوي أنا ساكن لحالي وزوجتي وبناتهم وبناتي قاعدين في غرفة لحالها، طبعا زوجتي ما خلت البنات لحالهم قعدت معاهم ذيك الليلة، قال لي أحمد ربك تصير عزابي مرة. الامور بعد مشيت معك اليوم الثاني ان شاء الله. خلاص هي هو ليله واحده بس. هو ليله بس. ليله واحده فقط. ما شاء الله. الليله الثانيه كنت مسافر على لنكاوي. كلمه اخيره. كلمه اخيره انا اقول لكم، انا اشكر الشباب جميعا. والله لا اللي كانوا معي في الواتساب على تواصلهم وعلى صبرهم، لان انا احيانا اكون شديد واسئلتي كثيره، يمكن الشباب اللي في الجروب يلاحظون كذا. أسئلة كثيرة، أول شيء لأني عندي معلومات بسيطة عن السفرات ورحت وجيت، فيمكن كثرت عليهم الأسئلة وهم صبروا علي جزاهم الله خير،
وأشكرهم كثير على الفندق اللي أنا فيه الآن، وهي يقول ختامها مسك. الغرفة أو الجناح اللي الإكزيكتيف اللي أنا ساكن فيها الآن ممتاز جدا ما شاء الله تبارك الله. فأنا أقول لهم جزاكم الله خير، ويا ليت بس تركزون على السلبيات البسيطة اللي قلتها لمصلحة الشركة ولمصلحة أي زبون ثاني يجيكم، وجزاكم الله خير. الله يعافيك ويسلمك إن شاء الله، وبإذن الله تعاودنا مرة أخرى عن طريق شركة المحيط بمشيئة الله. لدينا فروع في أندونيسيا وفي سنغافورة وفي سريلانكا وفي تايلاند. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك إن شاء الله، ترجع إلى بلدك بإذن الله بالسلامة. بارك الله فيك، سلمك الله، وسلم لي على كل واحد. شوف أي يعني اعتذر لي منهم، خاصة اللي قلت وشديت عليه في الواتساب ولا شيء. كلهم ترى أبو عمر محمد الغامدي يستسمحكم جميعا. الله يعافيك ويسلمك، في أمان الله. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.